بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. كما وعدناكم من قبل أنه أي شيء أقتنيه ولا أشتريه راح نصوره وراح نبارطاجيه معكم، و راي عندنا سلسلة ولا بلاي ليست في القناة، مشترياتي ولا شوبينج اي حاجه نشريها، اي حاجه راح نقتنيها للبيت ولا ليا ولا نامبورت حاجه راح نصورها وراح نبارطاجيها معكم. اذا هذا الفيديو شوبينج لاشياء اشتريتها، حبيت نبارطاجيها معكم وحبيت نتقاسمها معكم. نعاود نذكركم بالاشياء اللي كنت نقوله لكم لما الانسان يدير شوبينج ولا يشري اشياء. الحاجه الاولى انه ماشي دائما الحاجه اللي يشروها كامل الناس ويكون اقبال عليها هي الحاجه المليحه. احيانا حاجه ما يشروهاش الناس ولا تكون محطوطه ماشي محطوط عليها العين ومش منتبه لها تكون خيما افضل من الحاجه اللي يشروها كامل الناس. كذلك ماشي الحاجه دائما الغاليه هي المليحه، احيانا الحاجه الرخيصه تكون افضل من الغاليه. ولما الانسان يجي يشري حاجه ما يتسرعش، يقلب مليح يشوف مليح يسقسي يشوف لي مارك ويسقسي مليح بعد ذلك يشري، ما يتسرعش ويشري مباشرة. بارك الله فيكم. إذا خليكم مع هذه الأشياء اللي شريتها واقتنيتها، حبيت نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو مع شوبينج مشترياتي. طيب نبدأ بهذه سلسلة كتب، سلسلة كتب فيها 12 كتاب، 12 كتاب في الذكاء، ذكاء الطفل، تنمية ذكاء الطفل، زيادة التركيز عند الطفل، أو ما يسمى بزيادة درجة الامتياز العقلي، تطوير الذكاء وتنمية الذكاء بحيث يصبح الطفل ذكاؤه أكثر من سنه، زيادة الذكاء عند الطفل. هذه السلسلة فيها 12 كتاب كما راكم تشوفوا، 1 2 3 4 5 6 و 6 12 كتاب. السلسلة كاملة دير 480، 480 تكومونديها يجيبوها لك، ولا تحب تشري بالواحد ولا الزوج كما تحب. المهم بالمستويات، هذا المستوى الأول من 4 سنين ل 5 سنين، هذا من 6 سنين ل 7 سنين، هذا من 8 ل 9 سنين، هذا 10 سنوات، 11 سنه، 12 سنه، 13 سنه، 14، 15، 16، 17، حتى للثانوي، ابتدائي، متوسط، ثانوي كما راكم تشوفوا. هي عباره عن تمارين، اختبارات، نشاطات لتطوير وتنميه ذكاء الطفل وزياده الامتياز العقلي عند الطفل، بحيث يصبح ذكاؤه وتركيزه اكبر بكثير من سنه. بالمستوى كما قلنا، سلسلة كاملة 480 تكمونديها يجيبوها لك حتى للبيت، مطبعة دار الأمير خالد كما راكم تشوفوا. طيب مستقبلا راح ندير لكم منها فيديوهات ولا نشوفوا، خاصة تاع السنة الخامسة والمتوسط راح ندير لكم نشوفوا التمارين والأنشطة اللي راهم فيها ونقلبوا المحتوى تاعها ونديروا فيديوهات خاصة، ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله. طيب كما راكم تشوفوا هذا العلبة اللي هي عبارة عن لعبة، لعبة بطاقات، لعبة للأزواج خاصة لنوفو ماري، لنوفو ماري عبارة عن لعبة بين الزوجين. طيب هذه اللعبة لتغيير الجو، تلطيف الجو، لكسر الروتين، لكسر الروتين، عبارة عن بطاقة. طيب هذه الورقة فيها شروط اللعبة، هذه كيف تلعب هذه اللعبة، الجوائز، كيفاش تطرح الأسئلة، كيفاش الجو. هي عبارة عن بطاقات كما راكم تشوفوها، بطاقات زرقاء، بطاقات خضراء، وبطاقات وردية، وفيها أسئلة وفيها أجوبة، وفي الورقة هذه شارحين طريقة اللعب، يسموها بكل صراحة لعبة رومانسية للأزواج. كما قلت لتلطيف الجو عجبتني، قلت نشريها إن شاء الله عز وجل مستقبلا إنسان يصيبها ولا. لعبة بكل صراحة للأزواج خاصة لنوفو ماري لتلطيف الجو، كسر الروتين بين الأزواج. مين ذاك؟ بكل صراحة يسموها بكل صراحة. طيب هذا الفيكسور كما راكم تشوفوا، هذا يفيكسو فيه البالي، مكنسة والفروطوار، فيكسيها في الحيط هكا كما راكم تشوفوا منا، ودير البالي تاعك هنا يجي من، والفروطوار يجي من، على هذا الشكل مليح. يقولوا يكون البالي مقيوس مور الباب ولا تفيكش بلاصة، تفيكسي هنا يدخل لهنا، فروطوار يدخل عندنا لو تيوب، وهذا الحديده تفيكسيها في الكولوار ولا في الصال دو بان ولا في الكوزينه وين تحب تفيكسيها، تفيكسيها
ودير البالي هنا والفروطوار هنايا وتخليهم. طيب هذه عباره عن لومب، لومب ريشارجابل، تشارجا مليحه في الصافر ولا في القسم. انا خممت فيها في القسم، نديرها فوق السبوره. وتزيد الضوء. تحب تزيد لها تحب تنقص لها. نخممت نديرها فوق السبوره في القسم، ان شاء الله ربي يبارك لنا فيهم ان شاء الله. نيون صغير، ضوايا صغيره، مصباح يدوي صغير روشارجابل، و او ميم طون باور بانك تنجم تشارجي منه التليفون ولا عفسه ولا. ربي يبارك لنا فيهم ان شاء الله. طيب كما راكم تشوفوا هذا السبت لا سانتور ولا حزام، حزام البطن، هو تاع الظهر وتاع البطن. طيب هذا لممارسه الرياضه كما راكم تشوفوا، فيه قماش الدخلاني تاعو يساعد على التعرق باش الانسان يعرق بزاف وبالتالي ينقص الوزن تاعو كي تمارس الرياضه ديرو. طيب انا مغطي لكم الصوره الثانيه، هذه فيها شويه صوره لا تنبغي، لا ينبغي. هاي وينك فاش دايره. هذا قماش الدخلاني يساعد على التعرق، ثاني يديرها تحت تريكو ولا تحت دي باردور ويدير بها الرياضه باش ننقص شويه الدوار كما راكم تشوفوا. شريت زوج كما راكم تشوفوا، زوج ربي يبارك لنا فيهم ان شاء الله، نمارسوا بهم الرياضه ان شاء الله ربي يبارك لنا فيهم. طيب كما راكم تشوفوا زوج شريت هذا الماكينه حلاقه طوندوز. طيب وريت لكم المره الفائته انو شريت طوندوز 300 امريكيه الصنع، هذيك خاصه بالشعر، ما فيهاش اللحيه ولا فيها ديزاكسيسوار واحد اخرين تحلق بها الشعر. اما هذه براون. طيب الميور مارك، ميور مارك في لي طوندوز براون بلا منازعه، جرماني المون رائعه، 9 في 1. هذه للشعر، للحيه، شعر تاع الوذن، شعر تاع النيف، اشياء اخرى. المهم براون ميور مارك كيما راكم تشوفوا، طوندوز 9 في 1. لي زاكسيسوار تاعها كيما راكم تشوفوا، هاي وين رائعه بلا منازع، براون المو كيما راكم تشوفوا، فيها لي زاكسيسوار تاعها تاع هذه تاع الانف، هذه بتراسي بها اللحيه، المهم تحلق بها الشعر تاع الراس، وتحلق بها تطراسي بها اللحيه، تتشارجا ريشارجابل، هاو الشارجور تاعها، دايرين حتى الساكوشة تاعها اللي ديرها فيها براون كيما راكم تشوفوا، هذه الريشة اللي تنطواي بها، تنطواي بها الشعر كي يلصق فيها، وهذو الآخرين تاعها الماكينات اللي جايين فيها باش دير النيميرو 1 ولا 2 ولا 3، وجاي معاها حتى مستحيل حلاقة هذا، نوعية رفيعة. المهم براون بلا منازع ميور مارك في لي طوندوز، ربي يبارك لنا فيها ان شاء الله. طيب كيما راكم تشوفوا حول 9 في 1، ممكن تحلق شعر الراس، ممكن تطراسي بها اللحيه ولا لي موستاش، حتى شعر الجسم تطراسي اللحيه كيما تحب. تسعة في واحد، بطارية تاعها تدوم لمدة ساعة، تخدم ساعة. ولا تتشارجا في ساعة. المهم كما قلت لكم براون من أفضل الماركات، ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله. طيب كما راكم تشوفوا هذا الطاولة، لابتوب تيبل، طاولة تاع لابتوب ولا تاع الحاسوب، تحط عليها الميكرو بورتاب تاعك، وفيها فونتيلو تاعها اللي يبرد اللي يبرد اللي يبرد الميكرو كما راكم تشوفوا. هاو الفونتيلو، فيها الفونتيلاتور تاعها اللي تبرد البي سي.
تريقلها غير منها. المهم هاي وينك فيها تجي تضبط لها. وانا فيها الفونتيلو تاعها الفونتيلو هذه تتشارج نورمالمون تتشارج وتشعلها منها فيها القفله تاعها وين تشعلها. كما قلنا عبارة عن طاولة تاع الحاسوب، وهذو لي زاكسيسوار تاعها باش تشارجي لها الفونتيلو تاعها. ايه هذه وين تحط لها سوري، وهذه تشارجي بها الفونتيلو وتشعلها وتولي تمشي وتزيد تطوالها كما راكم تشوفوا. تقدر تزيد تطولها المهم شوية الريغلاج تاعها لازم كيما تريقل لها الكوش تريقل لها الدروات. متعبة شوية ما المهم هاي وينك فيها تجي دايره طاوله تاع اللابتوب وحديده وفيها الفونتيلو تاعها تطوال وتقصر كيما تحب وروشارجا وتتشارجا ربي يبارك لنا فيها. طيب هاي وين العلبه تاعها لابتوب تيبل كيما راكم تشوفوا. هاي وينك فيها تجي دايره تجي شغل زاد تحب ديرها قدامك في البيرو تحب ديرها في الفوتاي في الفراش كي تكون متكسل كي تكون واقف في طابله تحط تغير فيها كيما تحب عندها وضعيات كثيره ربي يبارك لنا فيها ان شاء الله. كيف كذلك نوعيه اخرى تيبل لابتوب طابله تاع بورتابل طابله تاع ميكرو بورتابل لكنها نوعيه اخرى. طيب شريت زوج انا قلت من بعد انا وحده ليا وحده للزوجه وجبتهم دي موديل ديفيرون مش كيف. طيب نشوفوا هذه طيب كما راكم تشوفوا جولدن شوب هذه
هذه طيب تفتح لها رجليها هكا، فيها الفونتيلو تاعها كذلك، فيها الرياشة اللي تبرد البي سي وريشارجابل، وتستعملها بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. طيب الرجلين تاعو حي طوال ويقصار، وتحب تزيد لها في الطول تزيد لها في الطول كما راكم تشوفوا، رجليها تحب تزيد لها في الطول تزيد لها، ها يطوال ويقصار. شريت دو موديل ديفيرون، قلت من بعد نخير طاولة تبريد الحاسوب، هذه اون بوا ماشي حديد كيما الاخرى. هاي وين العلبة تاعها في دايرة، في تجي دايرة، ربي يبارك لنا فيها ان شاء الله، وحدة ليا وحدة للزوجة ونتبادلوا بيناتها، ومن بعد اللي مليحة نحكي لكم عليها من بعد. مبرد الكمبيوتر، ربي يبارك لنا فيها ان شاء الله. طيب كما راكم تشوفوا كذلك هذا الادوات ولا لي زافير تاع الدار انا راه عندي فارغه ما عنديش هذا الصوالح كامل. شريت هذا الشاقوره كما راكم تشوفوا، شاقوره قص بها الاشياء، ولا منشار قص به، منشار ما شاء الله هذا تاع بوا وتاع حديده. هذيك ليمونات، شريت ليمونات هذه تحل الجميع، هنايا كامل الصغار وهنا كامل الكبار. خرج هذا الموديل الجديد اللي راكم كما راكم تشوفوا، تحل الجميع ارقام. بانس هذا ولا كلاب كما راكم تشوفوا، كلاب هذا ماشي بانس، كلاب. وهذو فورشات، دي فورشات ولا شيتات تاع نيطواياج ثان. هذو تاع يجو مع التيو تاع الماء، دي راكور وكامل. وهذا ريبون اوتوكولو، يلصق وحده، ديرو في الطاقه ولا في الباب، الطاقه اللي تدخل لك البرد، ولا تحت الطاقه ولا تحت الباب تدخل الهواء، ولا تزير به اوتوكولو يلصق وحده. وهذا السيبور هذا ما شاء الله قمة الروعة، سيبور تاع التيو، سيبور تاع التيو تاع الماء كيما راكم تشوفوها. انا عم بالي يتباع سيبور وحدو، ساعة السيبور به بالتيو. التيو هذا تاع قماش، هو تاع ماء، فيه 15 متر تجبد غير منه هكا، ها من بعد تحب تعاود تروليه تدور غير منه، ها تعاود تروليه يرجع كيما كان. فيه 15 متر تاع قماش ما شاء الله، وتحب تنحيه كاع التيو هذا منه، تنحيه تنحى كامل، ها ما شاء الله يسهل عليك الخدمة. خي ما ظل التيو قايسو يجي هنايا، فيه 15 متر ما شاء الله، ها يرجع بسهولة، وهنا يركب فيلطاج يدور برك، ويجو معاه لي راكور تاوعو هذوك الصورة راكم تشوفو، ربي يبارك لنا فيهم ان شاء الله.